إن كنت مسافر وأقصر الصلاة ولم أدرك مع أحد الأئمة إلا الركعتين الأخيرتين، فهل إذا سلمت أكون قد أديت فريضتي كمسافر؟ لا، من دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة فإنه يتم الصلاة ولا لم يدخل معه إلا في آخرها، لأن حكم المأموم حكم الإمام، إذا كان الإمام يتم فإنه يجب على المأموم أن يتم ولو كان مسافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.